الإشهاد في الرضاع. ذاك العلماء في كان تفاصيل للعلماء ديالنا سنه تلاوين يكفي كما قال الإمام مالك. أد شهدت سنه تلاوين بالليل الفلاني تظهر فلان تكاع الله يبارك يكفي. للعلماء ديالنا اربعه مثل الإمام الشافعي ماشي لك اربعه تلاوين راه يشهدن باللي ذا الصح الفلاني يطل غالفلان تكا باش هي اللي ستسحر في الناس. لا الكونتر هاد الشهاده ديال باللي الفلان تكا تقشيش تاكي قبلات السرعه ما يطل غالفلان تكا الى اربع ثلاونه ديال الشهاده وكي راي الامام الشافعي. لا العلماء دينا لا يوث تكفي اذا عرف عنها الصدق يوث تكفي. ادفك الشهاده اديني كيني الشهاده باللي الفلان تكا السلطه الفلاني ما الا تتوسن ديالنا بغيت تهضر في ذات متوسن راه تواغيت خاطر ما تولى غير قاس مطوط على ذلك الناس اللي ها هو زران غاص روحها تبرو خاطر ثلاث وطلاب ناس سمحتي ما دام ولاش في ماثي غادي نفكي مباور في كورتي ما تتوالي الميسي هذاك تسمطو فيس بيا نتسات بخلف وقت السليفيس السيدي عمي غادي تفتح غير يوم الخبر يوم السر تجهر لي ساعة تفريت ياك تفريت المثوال تو فابيان اي رايس اسيدي من بعدا الوغ اسيدي مثوال ميسي هذاك تسمطو فيس بيا ابرد شوف الكارطه ياكي أستنى أمي وكانت الظروف غادي تفتغي من السر ثمتو ثقينك يعني في سليثيو ثطظر غوري في مشاكي ضرعت ماشي كان كاس قريو ضرعت مسي أي غرام ميدا الساعة ميدا سيد مكتا ميدا سيد مكتا ها مشكل ألور أجمعت الخير. لذلك العلماء دينا الشهادة كيوث تكفي إما إلى الساعة سنة الشهور شرطة بزوال توسم ستيفنز الشرط ويسين تسعة شفاية ميموريز تجهد ذاكرة تجهد ماشي بيبريكا ماشي بيبريكا بس واحد ست أيام سبع أيام يجي يسال في فتوى سيت مورث إذا سجان على النافا ألور ثنيا سنكيني صوت ضا الفلان أتونسيون تصاب الفلان تلقاها خاطر أسمي سنان جلد ثنيا سخاطر قال لها ناس مش توسن توسن سيدي في ناس ملا كلامها لغو خطر جماعة الخير الشهادة يجي الشهادة الشهادة الزور الشهادة الزور ماشي كان لما وين الكرم وين الكرم خطر ما لم طلب الشهادة فكنا يجوز نسي زرت لقاء ولا قاتل نغمة دي الشهادة سوين يخلف الحقيقة الإشهاد بما يخالف الحقيقة سيدي بيقارن شهادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حديث البخاري ومسلم اسمي هضر في الموبقات الموبقات يعني الذنوب قرانا اكبر الكبائر في حديث اخر المدينه في الاخير الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور معناتها شهادة زوري مثل في الحرام في الحرام خاطر فرتي اما في الامور الاسره واش تطغى اما في الامور التجاره اما في الامور العقود اما في كل شيء الشهاده الزور الحرام لا تجوز. لذلك يا جماعه الخير الشرع عندنا غيوكد مليح في مساتين الشهاده ما الا مصدر ضرب ولا قرض في كلب الشهاده. طيب اكتفي بهذا لا العلماء طبعا مقادين الشهاده اللي تكفي بغيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم باش يسد من الصحاب الورص الناس يا رسول الله فيغا جوجا في فلان تكا ولكن ثنايد ثنايد يوث تمطوط صوت الخكون يسين يسين دا صلاه السلام ايناس دعها في روايه دعها عنك دعها عنك معناها اجلس اي خطر مادام فكات الشهاده باللي الصوت ضيثني سين تسعى الذاكرة تشفى وتتوسم هي صحابية تتوسم ستيفنز فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشهادة كيوثم تمطوط خاصة إذا كانت مرضعة
يعني تذيك ستظن تذيك ستظن. طيب لذلك يا جماعة الخير لا تكرنت ولا وين ستظنت بزاف إثم غري وين ذي الجنازات وين يرون ستظنت تقول قد سعر جلنا هتسال السيدة ماشي كان إلى قد سعر جلنا هتسال هتسال وماش حال ستظن يعني تحلايين باش ينقرث وراوي سستيني لا الزونة كنا عزاز قاعد تنسي بروح الفريحة ويش بوسى غريب بروح أخطر أتصي تظن الضوري. لذلك تمسى تقول قال العفيسة يا جماعة الخير أخطر أريد زارة رب سبحانه يناد وأخواتكم من الرضاعة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سمس الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.